ثم فروع. سن للإمام أن يسكت في الجاهلية بقدر قراءة الموموم الفاتحة إن علم أنه يقرأها في سكتته. نعم. قال الإمام ابن حجر رحمه الله في تحفته أن المصلي لا يشرع له السكوت إلا في هذه المواضع التي بينها الفقهاء، أما في غير هذه المواضع كلها وهو مأمور بذكر لا يسكت أبدا، بل هو مأمور بشيء من الأذكار والقراءة هكذا. فإذا ذكرنا مواضع للسكتة اللطيفة اللطيفة، وكذلك هنا بالنسبة إلى الإمام عنده يعني سكتة طويلة، وفي هذه السكتة أيضا وهو يشتغل بالقراءة والذكر بدون معارضة مع مقصود هذه السكتة كما سيقول. نعم. فرع سنة للإمام أن يسكت في الجاهلية، متى يسكت؟ بعد تيمينه وفرغ من الفاتحة وآدابه ثم يسكت. كم يسكت؟ بقدر قراءة الموموم الفاتحة، يعني لو قرأ الإمام جهرا السورة والموموم أيضا يقرأ الفاتحة، فإذا ممكن هذا يكون تشويشا عليه. لو كان هذا القارئ يقرأ قراءة جميلة حسنة وبصوت جهوري لا شك يشوش، لأجل ذلك هناك يعني السكوت مشروع. بقدر قراءة الموموم الفاتحة إن علم أنه يقرأها في سكتته، لو ظن أن هذا الموموم يقرأ هذه الفاتحة في سكتته، ممكن هذا الموموم قرأه مع الإمام. نعم. في سكتته يعني في سكتة الإمام. نعم. هذه هي النسخة صحيحة، في سكتته الأمير يرجع إلى الإمام، في سكتة الإمام يقرأ الموموم. هكذا لو علم وظن يسكت. لماذا قال هذا القيد؟ يعني ممكن هذا الموموم قرأ الفاتحة مع الإمام، لو قرأ مع الإمام فاتحته صحيحة وكذلك صلاته صحيحة، مع أن هذا خلاف السنة، فإذا ممكن هذا موموم قرأ مع الفاتحة ثم لا حاجة إلى السكتة إلى السكوت، لذلك قال لو علم أنه يقرأها في سكتته كما هو ظاهر. هذا قيد بينه العلماء بحثا ليس نقلا، لذلك قال كما هو ظاهر. ثم وأن يشتغل في هذه السكتة، ثم قدر ما يقرأ بقدر قراءة الموموم الفاتحة، وهذا المقدار كيف يقدر؟ يعني يقدر بقراءة معتدلة، ممكن يكون هذا الرجل مسرع بالقراءة، أو يعني يكون بين المومومين رجل بطيء القراءة لا ينظر إلى قراءته حقيقة، بل ينظر ويسكت بمقدار معتدل لقراءة الفاتحة، هكذا ينظر. ثم وأن يشتغل في هذه السكتة، نعم يسكت ومع ذلك يشتغل بذكر، هذا الذي قلت، يشتغل في هذه السكتة بدعاء أو قراءة، إما يسكت يعني لا يشتغل بشيء، أو يشتغل بالدعاء أو بالقراءة هكذا. ما هو أولى من هذه الثلاثة؟ وهي أولى، يعني القراءة أولى، يشتغل سكوت بدون اشتغال، والاشتغال من هذين الاشتغال أفضل. ثم حينما يشتغل بما يشتغل، هل بدعاء أو بقراءة؟ الأولى أن يشتغل بقراءة. قال شيخنا وحينئذ فيظهر أنه يراعي الترتيب والموالاة بينها وبين ما يقرأه بعدها، يعني وبعده هو يقرأ سورة جهرا، أولا هو يقرأ سورة سرا يعني
ويسكت لأجل المأمومين حينئذ يقرأ سورة سرا وبعد ذلك يقرأ سورة جهرا يسمع المأمومين. ينبغي اعتبار الترتيب بينهما. فإذا لو قرأ اشتغل في هذا السكوت بقراءة مثلا سورة الضحى فإذا هو يقرأ بعده جهرا سورة يعني ألم نشرح لك صدر سورة الشرح أو يعني هو يشتغل بسورة سورة الفيل ألم ترك فعل ربك بأصحاب الفيل. فإذا بعده يقرأ جهرا سورة قريش لإيلاف قريش. هكذا ينبغي يعني اعتبار الترتيب. فإذا هكذا يعني ينبغي أن يقرأ أربع سور على الأقل. حينما يقرأ أربع سور ينبغي أن يكون هذه الأربعة على الترتيب. هناك بين السور يعتبر هكذا يعني ترتيب المصحف سيأتي ترتيب المصحف. وكذلك كون ما يقرأ أولا أطول ويقرأ ما يقرأ في الثانية أقصر هكذا أيضا يعتبر. ثم يعتبر الموالاة أيضا الترتيب لا يلزم الموالاة. مثلا لو قرأ سورة الضحى ثم بعد ذلك قرأ يعني سورة التين والتين والزيتون هناك يوجد الترتيب يعني أولا الضحى ثم سورة التين هذا ترتيب يوجد لكن لا يوجد موالاة. متى يكون موالاة؟ لو قرأ بعد الله سورة الشرح لم نشرح هناك يوجد الترتيب والموالاة. نعم كل هذا مسنون كما سيأتي. نعم لذلك قال يظهر أنه يراعي الترتيب والموالاة بينها وبين ما يقرأه بعدها. ثم الترتيب والموالاة إما هكذا أو يقرأ يعني بعد ما يقرأ جهرا يعني في سكوته ماذا يقرأ؟ يقرأ بعد ما يقرأ ما فيما بعد جهرا. مثلا ويريد أن يقرأ سورة السجدة في صبح يوم الجمعة فإذا ممكن يجوز له أن يقرأ بداية سورة السجدة سرا ثم بعد ذلك يقرأ جهرا استينافا لهذه السورة لا يقرأ بقية ما قرأ في سكوته. ليس هكذا بل يقرأ تماما. مثلا في صلاة الجمعة وهو يقرأ سورة الجمعة فإذا في هذا السكوت يمكن أن يقرأ بداية سورة الجمعة ثم حينما يجهر بالقراءة كيف يقرأ؟ يعني يقرأ استينافا ابتداء من أول سورة الجمعة لا يكتفي بالباقي فقط. نعم وبعض الأئمة يفعلون هكذا ليس هذا حسنا بل الأفضل هكذا قراءة تمام هذه السورة ويسمع تمامها للمأمومين. نعم ثم فائدة يسن سكتة لطيفة بقدر سبحان الله. سكتة لطيفة سكتة لطيفة أو سكتة التنفس كلها مقدر بقدر سبحان الله كلها واحدة بين آمين والسورة يعني بعد ذكر آمين هو يسكت بقدر سبحان الله ثم يبدأ في السورة يشرع في السورة كذلك وبين آخرها وتكبير الركوع بعد فراغه من قراءة السورة لا يركع سرعة بل بعد سكتة لطيفة بقدر سبحان الله يركع هناك أيضا هكذا كذلك وبين التحرم ودعاء الافتتاح بعد تكبيرة الإحرام لا يشرع مباشرة بدون فصل في دعاء الافتتاح بدون قطع النفس بل هو يقطع النفس أو يعني
يسكت بقدر سبحان الله ثم يشرع في دعاء الافتتاح كذلك بينه وبين التعوذ بعد الفراغ من دعاء الافتتاح إذن هكذا يسكت قدر سبحان الله ثم يشرع في التعوذ وبينه وبين البسملة كذلك بين التعوذ والفاتحة فإذن هناك سكتات كثيرة أولا بعد التحرم قبل دعاء الافتتاح ثم بعد دعاء الافتتاح قبل التعوذ ثم بعد التعوذ وقبل البسملة هكذا ثم لو شرع في الفاتحة هو ماذا يقطع أو يقف يعني في رأس كل آية 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 فهذا ليس بقدر التنفس بل أقل منه ثم بعد فراغه من قوله وللضالين هكذا يسكت سكتة لطيفة ثم بعد آمين أيضا سكتة لطيفة قبل السورة ثم بعد السورة قبل الركوع سكتة هكذا سكتات ستة نعم كلها مشروعة ثم فإذا هناك يعني كم سنة هذا كثير من السنن